صنع في العرب، الخبر إليك أقرب، اشترك معنا. مجلس السلم والأمن الإفريقي يوجه رسالة إلى الملك محمد السادس. طابت أوقاتكم مشاهدين الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. أعرب أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عن شكرهم للملك محمد السادس لعقد الخلوة 12 لهذا المجلس بالمغرب، وذلك خلال الفترة ما بين 24 و 26 يونيو الجاري. وجاء في بلاغ الاتحاد الإفريقي صدر عقب انعقاد هذه الخلوة بالسخيرات أن أعضاء مجلس السلم والأمن أعربوا عن عميق امتنانهم وعن تقديرهم للملك المغرب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ولحكومة وشعب المملكة المغربية لاستضافته الكريمة لهذه الخلوة، وكذا الاستقبال الحار والأخوي وظروف العمل الممتازة التي تم توفيرها لأعضاء مجلس السلم والأمن ولأعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي. أوضح البلاغ أن الخلوة التي عقدت في إطار الاستعراض الدوري لمجلس السلم والأمن لجهوده الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار بإفريقيا اعترفت بأوجه التقدم المحرزة من طرف مجلس السلم والأمن في إطار تنفيذ ولايته، وشخصت التحديات التي تواجه جهود القارة من أجل إسكات صوت السلاح بإفريقيا في أفق سنة 2020. وكانت الخلوة التي عقدت حول موضوع تعزيز عمل مجلس السلم والأمن للحد من النزاعات وتعزيز السلم في إفريقيا بدعوى من المملكة المجلس من بحث منهجية وأساليب عمله. وأضاف المصدر ذاته أن الخلوة اعتمدت في هذا الصدد كتيبا حول منهجيات عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والذي تمت بلورته على أساس الآليات الهامة للاتحاد، مضيفا أن هذا الكتيب سيكون بمثابة دليل للمجلس في اجتماعاته وباقي أنشطته. وافتتحت هذه الخلوة التي ترأسها سفير جمهورية سيراليون الدكتور بريما باتريك كابو رئيس مجلس السلم والأمن لشهر يونيو 2019 رسميا من قبل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي محسن الجزولي. نهاية الخبر، ادعمنا بزر الإعجاب. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.